ما بالنسبه لي ما عملت في النزول، انت وفي ليستك كان في ليستك فهمتي، كان عندك ريش صحيح يعملوك بالباقي، ما عندكش ريش صحيح بطبيعه معامل على قد الصوارد. انت قاش كونسومي انت باش تاخذ بونسيون كومبلي فهمتي، باش ترفع باش تفرح بالسيرفور بتولي باش تولي ريخ اخر. كان انت باش تلعبها قديده هكا بطبيعه باش تولي معامله على قد فيسيتك هكا، وديني معاملات في كل بلاصه هذه خاطر فهمتي تابع الكونسوماسيون تابع الخدمه فهمتي تابع تابع الفلوس. مثلا انت باش تعمل جمعه مش كيما مش كيما نهاري مش كيما شهر بطبيعه هو فهمتي على حسب هنا فهمتي على قد فلوسك تزها فما كان عندك باكو صعيب بطبيعه باش يفرحوا بك هكا هكا سيرفور والدنيا وعالم ولعب اخرى فهمتي كذا وتعشر مالك خاطر بفلوسك. اوكي تبدا ماشي مثل جاي على طريق على طريق وكاله ولا منه وتبدا فهمتي باش تاخذ دبوزها باش تبع الظله والبيسين منها بطبيعه باش تلقى معامله اخرى بطبيعه بالسيرفير باش يدوروش عليك بطبيعه. يكلمك لو انت ولا انت انت والقام تاع الاوتيل مثل كيما تلقى سيرفيس في تروازي طوال كيما الكات كيما السانك فما انت والسيرفيس ثم 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 وتلى نظاف بطبيعه باش تمشي ثم مش اللي يجي يدخل ثم سيرفيس مش اللي يجي يمشي الاوتيل نورمال ثم ثم وتلى فهمتي ثم وتلى باين وثم وتلى متوسطين وثم وتلى خايبين. انت باش تمشي مثال الاوتيل عندك فلوس وعندك كذا منها بطبيعه باش تلقى معامله باهيه حسب فلوسك ما لقيتش تمشي الموتيل مويا باش تلقى معامله مويا باش تمشي الطويل نجمه ولا نجمه باش تلقى على حسب السيرفيس مش كيف كيف فما والماكله انواع بطبيعه الماكله انواع فهمتي انت انت وقعت البرودوي غالي برشا باش يكلف لك مثلا طاوله فهمتي 200 300 الف فما طاوله تكلف 50 فما طاوله تكلف 20 وفما اللي يجيب معاه ماكلته من الشارع كل واحد باش يعيش. والله هذيك حكايه الباركينغ هذيك حاجه اخرى هذيك داخله في عادات التونسي عادات السيئه ملي تدخل فهمتي يبدا شاري الباركينغ هذاك باش تدخل فهمتي يقول لك تحل هنا فهمتي لفت البلديات يا خويا بلديات لازم تنحي حكايه الباركينغ وحكايه الكراسي فهمتي وحكايه هو البحر نتاع نتاع ربي نتاع الدوله واحد يمشي يهز كراسي معاه انت تمشي تقعد يقول لك 20 دينار توك حق الواد تمشي تخلص تلقى عباد قاسمينها فهمتي رسمينها بالتل ورسمينها بالحبولات باركينغ خلص يا جمال نهات فهمت التونسي ما عندوش التونسي فهمتي عايش في عشيه وعايش في ماكلته بزيد يمشي الاوتيل بزيد يخلص هو البحر ميلاد التونسي حلق الواد تو ميلاد التونسي باش يمشي باش ينحي السريس ماذا بينا فهمتي البلديه هنا الدوله فهمتي الباركينغ وحكايه تنحي تنحي الخلاص البحر ما عند ربي خلي واحد حتى يمشي ينحي السريس فهمتي ينسى هموم وينسى ينسى برشا حكايات في واحد هو عايش بالسيف ويهز فطوره في واحده في جلاسيره ويمشي باش ينحي السريس زيد يعملوا له سريس ويروح تمشي غادي يجيك يقول لك امشي تعطيني والحاجه هذه حبت تنحى بصراحه في تونس تنحى العاده هذه والله التونسي فهمتي تو كيف وضع في ميزانيه ميزانيته في الحياه اليوميه سما كذا اما بالنسبه للسيف هاكا واحد فهمتي يفضلش كيبدا واحد يخدم ويدور في الدولية فهمتي باش يعيش نهار ونهار مثال باش يمشي للبحر باش يخلي تاكسي 20 دينار ومش يصرف 30 50 الف باش تعمل خمس ايام ست ايام 300 الف اما التونسي يعني ينجم في ذي الايام مش تسكن كيف واحد على حسب شهريته اما مسكين ياخذ في مليون مش يفضل فما اللي ياخذ زملائنا من يفضل اكل 500 باش يمشي باش يفرد صغيراته وفما العياش يمشي ياخذ تران فهمتي الشعب تران يوصل يعمل تبحيره ويروح كل واحد يعني الدنيا فهمتي قام كل واحد ونمط العيش كل واحد وجيبه كل واحد كيفاش يعيش بكاو